السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مدارس أشبال الأمة بطوريها المتوسط والثانوي تنظم مسابقة انتقاء أشبال وشبلات الأمة تحسباً للدخول المدرسي 2021-2022. بالنسبة للسنة الأولى متوسط، المسابقة مخصصة لفئة الذكور فقط والحاملين للجنسية الجزائرية والمولودين عام 2010 فما بعد والحاصلين على شهادة التعليم الابتدائي للسنة الجارية بمعدل يساوي أو يفوق 8/10. بالنسبة للسنة الأولى الثانوي، المسابقة مخصصة لفئة الإناث فقط، الحاملات للجنسية الجزائرية والمولودات سنة 2006 فما بعد والحاصلات على شهادة التعليم المتوسط للسنة الجارية بمعدل يساوي أو يفوق 12/20 ومقبولات في السنة الأولى ثانوي شعبة علوم وتكنولوجيا. الالتحاق بمدارس أشبال الأمة لكلا الطورين يخضع لمسابقة الدخول من خلال فحص طبي واختبار في التربية البدنية. التسجيل في مسابقة الدخول لمدارس أشبال الأمة بطوريها المتوسط والثانوي يكون حصرياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني preinscription.mdn.dz/cadet.